انا ما صدقتش لما جالي الخبر. فضل اصبر عندنا هنا. وحشتني، قلت اجيلك برجليا عشان تعرف معزتك عندي. ازيك يا فوده؟ اقعد يا جدل. ايه هو ده لازم يبقى اخرتها يا صاحبي؟ سلطان قال ايامنا زمان وما سمعناش كلامه، وانا قلتها لك بعد منه وبرضه ما سمعتش كلامه. الظاهر الحكايه دي تمامها كده، تتقال ومحدش يسمع. ولا عمرها هتتسمع يا جد الله. كرنكر عينين مفتحه وقلب حرنان على الزياده، مش كار ودان مستنيه تسمع اللي يطمنها ويضحك عليها بكلمتين. شكل الحكايه جاي من قريب، من اللي منك. لو انت السادق، من اللي منك انت. سيد ابنك يا جد الله. سيد ابني؟ استغرب ليه؟ سيد اللي دخلته بيتي وتجارتي وشاورت له على سكة الدنيا يرمح فيها زي ما هو عاوز، ومع أول حفرة زقني وردم عليا بلاوي. ألا وسيد ماله ومال تجارتك وبيتك ودنيتك؟ إيه؟ لو تراب العنبر اللي حاسس مالك ولا إيه؟ ابنك في الكرمن قديمه يا جد الله، جالي محمل بالصنعة. سيد ابني؟ وانا لاجل خاطرك رديته عن سكتي مره واتنين، لكن هو بقى حطني في دماغه سيد وخيرني، يا يبقى معايا يا عليا. وادي اخرتها، ضربني في ظهري ورماني هنا. لا اسمع، سيدة سيد جد الله ليها مقامها. سيد جد الله ما يطعنش حد في ظهره ابدا، لانه سابع وراني، واذا كان داس عليك يبقى انت ابتديت معاه بالشر. لو انا خد حقه منك كان هيبقى لي كلام تاني معاك. تمام يا جد الله، بتشجعه على الغلط يا جد الله. ولا اللي فاكرك هتجيبه يحق نفسه ليه على اللي عمله؟ لا انا ما حدش يقع بيني وبين ابني، ابن راجل، ولو اختار سكته حتى لو مش عارفاني يبقى هرشها وعارف تمامها. يا جد الله اسمع، الا سيد انا مش ناسي وقفتك معايا زمان وعيالي، لكن انا خارج من هنا على طبيتي ومش هخسر لو بعتك على هناك قبل مني. اوعى تنسى سيدي.